السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد. في هذا الفيديو سوف نشرح طريقة إضافة الذكاء الاصطناعي إلى الواتساب الخاص بكم. طريقة سهلة وبسيطة للغاية، لكن قبل البدء في الشرح لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيا بنا نبدأ الشرح على بركة الله. أولا نذهب إلى متصفح جوجل أو أي متصفح لديكم، ثم نكتب اسم هذا الموقع الذي سوف ترونه، شات جود، هكذا شات جود اي، هذا هو اسم الموقع كما ترون. ثم بعد ذلك سوف تدخلون إلى أول رابط، هذا هو الرابط الذي سوف تدخلون إليه، تضغطون عليه، سوف ينبثق لكم هكذا. الآن بإمكانك استعمال الذكاء الاصطناعي من الواتساب أو تيليجرام أو تويتر أو الويب سايت الخاص بك، أو التليجرام أو التيك توك أو الديسكورد أو الانستغرام أو الفيسبوك، أيا تريد. الشرح اليوم عن الواتساب، إن كنت تريد استخدام الذكاء الاصطناعي من الواتساب فقط عليك الضغط على Ask in WhatsApp، اسأل من الواتساب أو شيء من هذا القبيل. المهم الآن بإمكانك استخدام الذكاء الاصطناعي وكتابة أي شيء، مثلا سوف نكتب سوف نقوم بسؤاله. عندما يفتح لكم سوف تظهر كلمة ستار، تضغط عليها وتضغط على إرسال. الآن مثلا سوف نسأل أي شيء، مثلا 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 متى مثلا متى تأسس الواتساب، متى متى تأسس تطبيق واتساب مثلا، كما ترون تم إطلاق تطبيق واتساب في عام 2009 من قبل براين أوكتون وجانكوم ثم بيع التطبيق في عام 2014 إلى فيسبوك مقابل 19 مليار دولار. مثلا أقول له أكتب لي بحث عن تاريخ مثلا كرة القدم، تنتظر قليلا كما ترون، وثواني سوف يبدأ لي في كتابة البحث عن تاريخ كرة القدم. كما ترون بالطبع إليك بحث سريع حول تاريخ كرة القدم، تعد كرة القدم مهم، أتى لي ببحث شامل، تم تطوير قواعد اللعبة الحديثة في إنجلترا القرن 19، وكان أول نادي كرة القدم في العالم هو نادي شيفليد فوتبول كلوب الذي تأسس في عام 1857، ثم إنشاء اتحاد الدولي. المهم أي شيء تريد سؤاله سؤال الذكاء الاصطناعي سوف يجيبك في خلال ثواني قليلة، وفقط من تطبيق الواتساب الخاص بكم، لذلك استعملوه فيما ينفعكم. لأي اقتراح لأي استفسار لأي مشاكل اكتبوها في التعليقات، لايك للفيديو، شير للفيديو، إلى اللقاء.